هذا الفوز كان مهم بزاف، ورسيا ما احنا لعبنا مع الفريق اللي هو قوي، فريق المغرب الاسطوري، وهذه المقابله راه عنده الحساسيه كتعرف من الدربي ديال الشمال، والحمد لله الله وفقنا وانتصرنا بعد الحصه ديال 4-0 اللي غادي تعطينا حظوظ كبيره ان شاء الله في التاهل. وعندنا مقابله جايه كذلك في تطوان، نطلب الله باش نأديو شي مقابله تكون في المستوى باش يمكننا نمشيو في هذا الخط التصاعدي. اليوم الحمد لله فريق اتحاد طنجه كل مقابله كيجي يتحسن، وهذا ناتج عن المجهودات اللي كيعملوها اللاعبين والمدرب كذلك، والحمد لله وفقنا الله ونتمنى الله ان شاء الله في المقابله الجايه وفي السنه الجايه ان شاء الله تكون عندنا واحد الفريق اللي يلعب على البطوله ان شاء الله. فريق ادى واحد السنه هائله العام الحمد لله، سنه جيده بامتياز، دليل احنا احتلنا المركز الثالث اول سنه فريق ديال اتحاد طنجه في التاريخ ديالو، واللي غادي يتحقق باش يشارك في المشاركه ديال الاتحاد الافريقي، هذا واحد الشرف لنا ككل، الشرف للساكنه في مدينه طنجه، والحمد لله نطلب الله واحد المسار مهم ان شاء الله في البطوله الافريقيه، ولماذا ناخذ البطوله لماذا؟ افق مستقبل الفريق ديالنا الحمد لله، الفريق ديالنا لا خوف عليه، فريق عندنا قوي وغادي يؤدي السنه الجايه ان شاء الله، غادي يكون عندنا واحد الفريق في مستوى. هاد السنه هذه كانت كتعرفوا عندنا انتدابات كثيره، ودابا بدا حصل واحد الانسجام، واللي غادي يكون السنه الجايه احسن من هذا العام هذا، واللي غادي نعطيو ان شاء الله واحد النكهه خاصه البطوله الوطنيه، وان شاء الله لما لا نتصدروا البطوله ان شاء الله. وجماهير اتحاد طنجه حقيقه الجماهير اللي كتعشق الفريق ديالها وكتحب الفريق ديالها، وجماهير عندنا في المستوى، وكان السند الحقيقي للفريق ديالنا لا في داخل الملعب ولا خارج الديار، وهذا الشيء اللي كيعطي واحد القيمه للفريق ديال اتحاد طنجه. ارفع راسك.